بسم الله الرحمن الرحيم. توصيات مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه. أولا، يتبنى المؤتمر ما ورد في كلمة السيد دولة رئيس مجلس الوزراء من مضامين مهمة لتكون منهاجا للعمل والنهوض بالواقع المائي والإروائي في العراق. ثانيا، تفعيل التنسيق والتعاون المشترك مع دول الجوار المتشاطئة مع العراق وعلى المستوى الإقليمي والدولي في مجال إدارة الموارد المائية وتحليل المخاطر الناجمة عن الجفاف والتغير المناخي عن طريق تبادل المعلومات والخبرات الفنية والعلمية المشتركة وبناء القدرات وبما يضمن الحفاظ على النظام البيئي واستدامة النظام الإحيائي والممارسات الاجتماعية والاقتصادية وتقديم الدعم المالي لديمومتها وخصوصاً لمناطق الأهوار في جنوب العراق وشط العرب واعتبارها مسؤولية الجميع. ثالثاً، تخصيص جزء من الموازنة العامة لتوفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ الخطط الاستراتيجية ذات الصلة بإدارة الموارد المائية من خلال الحكومات وتقديم الدعم التقني من قبل المنظمات الدولية والقطاع الخاص بغية التكيف مع آثار الشحة المائية والتغير المناخي وضمان بقاء الممارسات الاقتصادية ذات الصلة. رابعاً، وضع استراتيجية تنفيذ التزامات الدول الخاصة باتفاقيات المياه ودمجها بالقوانين المحلية. خامساً، تبني أنظمة الإنذار المبكر وتنفيذ المشاريع الاستباقية وخصوصاً تلك المتعلقة بالشحة المائية من خلال دعم المؤسسات العلمية والجامعات والمنظمات والقطاع الخاص وبناء استراتيجية للبحث العلمي. سادساً، دعم العراق في مجال استدامة الموارد المائية العابرة للحدود لضمان النظام البيئي والحفاظ على التنوع الأحيائي وحث الدول المتشاطئة لإبرام الاتفاقيات الثنائية معه حول تحديد حصة منصفة ومعقولة من تلك الموارد وتفعيل الاتفاقيات المبرمة. سابعاً، التعاون بين الحكومات والمنظمات والجهات المانحة لتنفيذ المشاريع الخاصة بمعالجة مياه الصرف الصحي وتحلية مياه البزل للأغراض الزراعية وتحلية مياه البحر لأغراض دعم إسالات المياه في جنوب العراق لتقليل الضغط على استخدامات المياه السطحية التقليدية. ثامناً، دعوة الدول المتشاطئة في حوضي نهري دجلة والفرات للانضمام لاتفاقية المياه هلسنكي 1992 واتفاقية الأمم المتحدة عام 1997 بهدف الحفاظ على المياه العابرة للحدود من التلوث بغية ضمان استدامة التنوع الأحيائي في مناطق الأهوار وبيئة شط العرب والأراضي الرطبة بصورة عامة. تاسعاً، إلزام المؤسسات الحكومية ذات الصلة لتنفيذ الالتزامات المتعلقة بتحقيق أهداف العقد 2020-2030 المتعلقة بالهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة الذي يدعو إلى توفير المياه النظيفة والمرافق الصحية لجميع السكان. عاشراً، إعداد استراتيجية للإصلاح المؤسسي والتشريعي بغية تطبيق التشريعات ذات الصلة بحماية الموارد المائية من التجاوزات. 11، تشجيع القطاع الخاص والمؤسسات البحثية للبحث في تطوير مشاريع التكيف مع شحة المياه. 12، قيام الحكومات المحلية بالتعاون مع المنظمات الدولية لوضع خطة لدعم الابتكار في مجال إدارة الموارد المائية وخصوصاً في مشاريع معالجة المياه واطئة الكلفة وعالية الكلفة وهو ما يضمن عدم هجرة السكان المياه الواطئة الكلفة عالية الكفاءة وهو ما يضمن عدم هجرة السكان والحد من ظاهرة النزوح الجماعي. 13، التأكيد على مبدأ الاستخدام الرشيد
للمياه من خلال زيادة التثقيف ونشر الوعي لدى السكان المحليين ومستخدمي المياه من خلال هيئة الإعلام والاتصال الحكومي وإقامة الندوات والورش التدريبية والتوعية والمناهج التربوية من خلال المنظمات الدولية. 14. عقد المؤتمر في بغداد بصورة دورية ولمدة 3 أيام وخلال شهر نيسان من كل عام. 15. تشكيل سكرتارية لمتابعة توصيات المؤتمر وتقديم التقارير لبيان التقدم المحرز عنها وتأخذ على عاتقها إجراء الترتيبات اللازمة لإنعقاد المؤتمر. 16. عقد مؤتمر للجهات الداعمة والمانحة قبل إنعقاد المؤتمر في الشهر 10 من كل عام، وذلك لتهيئة المستلزمات اللازمة كافة لإنعقاده. شكرا جزيلا.